احتفالات الشعب بعيده، احتفالات فبراير، فبراير الوقت، فبراير الساعة، فبراير التاريخ. منذ اليوم الذي اتفق فيه الليبيون على كلمة واحدة، 11 عاما من عمر الثورة مضت سريعا، وفي طيات أيامها أحداث وذكريات كثيرة عن حروب ومؤامرات لم تكن لتحبط من عزيمة من قاموا بالثورة وأرادوا التغيير على الرغم من الكلفة الباهظة التي قدموها. ويستمر درب المسار بعد التغيير نحو التغيير، لنتغير معا وأن نعيش معا الواقع ونصنع معا المستقبل ونقبل معا التاريخ وإن طال النضال. هنا فبراير، هنا ميلاد الثورة، هنا الرسمية، هنا التغطية مستمرة على مدار اليوم والساعة، تغطية حية ومستمرة من الميادين والساحات وهنا في الأستوديو. أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة والسهرة الخاصة في هذه الليلة. فاصل ونواصل بإذن الله. يحيي الشعب الليبي الذكرى 11 لثورة 17 من فبراير التي أراد من خلالها الليبيون تصحيح مسار حياتهم إلى الأفضل وبناء دولتهم والرقي بها إلى مستوى الدول المتقدمة والمزدهرة. إن الاحتفالات بذكرى ثورة فبراير تأتي في وقت لا تزال فيه الكثير من الأهداف التي قامت من أجلها الثورة لم تتحقق بعد بسبب الانقسامات والصراعات السياسية والظروف الأمنية والاقتصادية الدقيقة والعصيبة والحروب المدمرة التي مرت بها البلاد في ظل غياب الحكمة وعدم التحلي بالمسؤولية وانتشار الفساد والتشبث بالكراسي من قبل من تولى زمام الأمور طيلة السنوات الماضية من أجل السلطة والمال. فعندما قامت ثورة فبراير لم يكن من بين الشباب الذين قادوها وخاضوا غمارها من ينوون الحصول على مكاسب شخصية أو تشكيل تنظيمات أو مؤسسات تحظى بامتيازات خاصة تمنحهم النفوذ والبقاء في الحكم، ولا كان من بينهم من يفكر في شكل النظام السياسي الذي ينبغي أن تسير به دفة الأمور، بل إن الجميع وهبوا أرواحهم رخيصة من أجل أن يتم الإصلاح وتنطلق في ربوع الوطن حركة التنمية والتعمير والبناء وينعم بخيرها أبناؤها دون استثناء، وتتحقق الديمقراطية القائمة على مبدأ التداول السلمي للسلطة بدستور ثابت يحدد العلاقة بين الرئيس والمرؤوس، يكون ملزما للجميع ولا يجوز لأي أحد تجاوزه. واليوم ونحن نحيي ذكرى ثورة فبراير فإن التغلب على الخلافات والاختلافات والمجاملات المستشرية في المجتمع صار أمرا حتميا بإيجاد ضوابط ومؤسسات فاعلة وقوية وعلى رأسها خلق جيش واحد وشرطة موحدة يخضعان للعقيدة العسكرية ويلتزمان بمنهجها وشروطها ويكون الولاء فيهما للوطن لا للأشخاص، حتى يعم الأمن والاستقرار ربوع وطننا الحبيب وتتوحد المؤسسات تحت حمايتهما لتبدأ عجلة البناء والتعمير في الدوران ويرتقي ويتقدم الوطن كباقي الأوطان وتنتهي معاناة المواطن اليومية التي طال أمدها. إن عملية تصويب المسار من الانحرافات التي لحقت بالبلاد تستوجب من كل وطني حر شريف يشعر بانتمائه العميق لهذا الوطن أن يتصرف بحكمة وتعقل ويضع مصلحة بلاده فوق كل الاعتبارات الشخصية والمصلحية مسؤولا كان أو مواطنا عاديا، وأن يواجه كل من يريد أن ينال من سيادة الوطن ومقدراته وينشر بين أهله الأفكار والمعتقدات الخاطئة والمدمرة بحزم وإخلاص حتى تخرج البلاد إلى رحاب التنمية والاستقرار. أهلا
أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الحية والمباشرة على الهواء من قناة ليبيا الرسمية. اليوم في هذه التغطية نستضيف معي الفنان المطرب والممثل المسرحي الأستاذ فرج الشريف. أهلا بك. وأيضا معنا الشاعر الشعبي والغنائي الأستاذ صلاح عبيد. أهلا بكم جميعا. ربي يحفظك إن شاء الله. بداية أستاذ فرج أهلا بك. أكيد نورتونا اليوم في قناة ليبيا الرسمية. مساء الخير لك أستاذ محمد. مساء الخير أستاذ صلاح. مساء الخير لكل الكادر حقيقة العامل طبعا بقناة الرسمية. يسرني أنا الفنان فرج الشريف أن أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني لكل الشعب الليبي بمناسبة العيد 11 لثورة 17 فبراير المجيدة. إن شاء الله يا رب العالمين تدوم بلادنا بالصحة والسلامة والهناء يا رب العالمين. ونتمنى بصراحة أن نكون هذه الليلة عبر طبعا قناتكم الموقرة نكون ضيف خفيف الظل عليكم وإن شاء الله تقضي سهرة حلوة جميلة. أستاذ صلاح لكن أكيد كل عام وكل الليبيين بألف خير وكل شخص حب هالبلاد وحب شعبها أكيد كل عام وهو بخير. وأني هذه رابع سنة في ضيافة قناة ليبيا الرسمية في عيد فبراير. هالقناة هذه اللي ما شاء الله مجرد ما دخلت لقيت خلية نحل تشتغل لأجل صورة جيدة ومحتوى جيد. قناة ليبيا الرسمية كتبت أبيات واني هنا داخل الاستوديو نقول لها راك جميلة يا رسمية موش شوية الطاقم لا بعد لا زي راك جميلة راك جميلة بالتصوير والإخراج معاه الإدارة قدرك عندي راه كبير في وطني رانك نوارة واللي كرهك راه صغير انت قولي واعطي الإشارة كلامي واضح مو تزوير شهادة أصلية من شاعر يعطيك تحية راك جميلة يا رسمية موش شوية بطاقم لا بعد لا زي. وأكيد كل التحيات ليك سيد محمد والأستاذ فرج. إن شاء الله إن شاء الله كل عام وانتم طيبين وكل عام ووطنا بخير يا رب. ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا لك استاذ صلاح وصحه لسانه كل سنه وانتم طيبين. طبعا هو اي عمل غنائي دائما يعني تبدا من الكلمه واللحن وهكذا الى ان تصل الى الفنان. فاحنا حنبدا اليوم مع بدايه مع الاستاذ صلاح باعتبار الكلمه هي الاولى. جدا بدايه الثوره اكيد استاذ صلاح يعني انتم وكبت من الشعراء الشعبيين والغنائيين اللي واكبوا الثوره وحتى هناك يعني فنانين هلبه وكثر غنوا لك. صحيح. فليت لو يعني هو بدايه شويه بداية في هذا الاطار بدايه الثوره باعتبار احنا داخل مدينه مصراته تعرضنا لحصار خانق جدا وكان كل واحد يحب يعطي من عنده وباعتبار ان الكلمه مرات زي الرصاصه والداوي ايضا طبعاً وتدعم الشباب وتدعم الوطن في كل المحافل. حاولنا ان نديروا مكتب صغير داخل المدينه ووزعنا حتى سيديهات مجانا مكتوب عليها ختمة مجانا للشباب داخل جبهات القتال. المركز الإعلامي لقيادة العمليات للدفاع عن مدينة مصراتة. وأكيد اشتغلنا سواء العبد الله صلاح عبيد والموزع الموسيقي أكرم مدني والفنان بشير شلوف وفيصل تريكي وإسماعيل نورقيق وشباب واجدين من داخل المدينة والإعلامي. يعني صحيح. فأني نكتب وبشير يلحن ويغني وأكرم يوزع والشباب يدعموا ما شاء الله المونتاج وكذا. فالكلمة واجدين يستهانوا به يقول لك يعني الكلمة ممكن ما تصلش بالعكس الكلمة أقوى من الرصاص. الكلمة يعني أقوى حتى من الرصاص. حتى في عهد أجدادنا في اللي من قصيدة أججت تورات قصيدة معتقل العقيلة ما كانتش حتى في قنوات وصورة. الآن تسمع قصيدة معتقل العقيلة وكأن قدام شريط وثائقي خلت مجاهدين يجوا حتى طول الفترة هذه يعني سواء حتى من فترة الاحتلال الإيطالي وإلى الآن يعني يعني فترة دي كلها الكلمة كان لها وقع يعني ففي يعني في هذا الإطار يعني خلينا نمشي الأستاذ فرج يعني الآن مثلا يعني احنا في نعيش يعني هذه الأيام احتفالات يعني ذكرى الثورة وكذا فيعني بصعيد أو بمعنى عام يعني شو نقدم الفنان فرج الشريف للأغنية الوطنية حقيقة أو للوطن يعني بمعنى أدق. جميل جدا أستاذ. أنا طبعا قدمت أول عمل وطني يقول هتفت بحبك يا ليبيا
نعيش لك فلتبقي لنا، فأنت الضياء وأنت الأمل، ولن نرضى بغيرك موطنا. هتفت بحبك يا ليبيا، هذا كان أول عمل. ولكن هذا في أنا سنة، هذا في طبعا في البدايات الثورة. لكن شدني عمل لزميلي المسي عليه بالخير طارق سوعي، نزول التحية، نزول التحية في هذا اليوم. يقول اسمها المحبوبة، اسمها المحبوبة، خمسة حروف اسمها المحبوبة، اسمها المحبوبة، اسمها المحبوبة، وفي وسط قلبي ليبيا مكتوبة، وفي وسط قلبي ليبيا مكتوبة. صلي يا مصلي عالزين ليبيا، آية رب العالمين ليبيا. صلي يا مصلي عالزين ليبيا، آية رب العالمين ليبيا. ليبيا 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 اسمي المحبوبة، ليبيا 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 في قلبي مكتوبة، البحر غازل في السرايا ليبيا، وشموع الفرحة ضوايا ليبيا، بحر غازل في السرايا ليبيا، وشموع الفرحة ضوايا ليبيا، وتعالى صغاري الصبايا ليبيا، وتعالى صغاري الصبايا ليبيا، وغلابة ما هي مغلوبة، وغلابة ما هي مغلوبة. الله يبارك فيك، شكرا لك. خلينا نشوفه، يعني أعتقد فيها مجهزين حاجة الشباب. أبو بكر، لو أن العمل جاهز ممكن نشاهدوه؟ طيب نشوفوا العمل، مشاهدينا خليكم معنا ما تمشوش بعيد، نشوفوا شنو مجهز أبو بكر. العمل طبعا كلماتي ليه والحن شعبي. لادي زينة ديما زينة يا ما شاء الله عليها، لادي زينة ديما زينة يا ربي تحميها، تحفظها من العين يا ربي لحنين، تحفظها من العين يا ربي لحنين، يا ما شاء الله عليها، يا ما شاء الله عليها. مبروك علينا لمتنا بفرحة الانتصار، فرحانة تغني عيلتنا والجارة والجار، مبروك علينا لمتنا بفرحة الانتصار، فرحانة تغني عيلتنا والجارة والجار، تحفظها من العين يا ربي يا ربي لحنين، يا ربي تحفظها من العين يا ربي يا ربي لحنين، يا ما شاء الله عليها، يا ما شاء الله عليها. بلادي زينة ديما زينة يا ما شاء الله عليها، بلادي زينة ديما زينة يا ربي تحميها، بلادي زينة ديما زينة يا ما شاء الله عليها، بلادي زينة ديما زينة يا ربي تحميها، تحفظها من العين يا ربي لحنين، تحفظها من العين يا ربي لحنين، يا ما شاء الله عليها، يا ما شاء الله عليها.
عينا لمتنا بفرحة الانتصار، فرحانة تغني عيلتنا والجارة والجار، مبروك علينا لمتنا بفرحة الانتصار، فرحانة تغني عيلتنا والجارة والجار، تحفظها من العين يا ربي يا ربي لحنين يا ربي. تمام، اهلا مشاهدينا من جديد. اكيد بلادنا زين على زين. احنا تو كنا ندرج يعني تحت الهواء، هي كلماتك ولحن. اللحن شعبي قديم. لحن انت يعني تو لحن شعبي قديم، لحن من التراث، يعني لحن من التراث. تمام، كلمات بسيطه يعني، كلمات بسيطه ولكن معناها قوي، يعني المعنى قوي، لان ليس هناك، قال الشاعر استاذ محمد لا بسيطه، مش انه يعني بسيطه انها تنفهم بسرعه، يعني تدخل للوجدان. يعني الوطن استاذ مغروس فينا، الوطنيه مغروسه فينا في وجداننا، ليس هناك اعز من الوطن. قال الشاعر بلادي وإن جارت علي فهي بلادي. إيه أكيد. طبعاً نحن عندما نتغنى ببلادنا، بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي فهي علي كرام، فهي بلادي. إيه يعني طبعاً. فهمت كيف؟ فإحنا بصراحة من حبنا لبلادنا، المطرب لما يتغنى، إحنا لما حتى نشاركوا في مناسبات شيء بشيء يذكر أستاذ، حتى نشاركوا في مهرجانات. حنطرقوا لها أستاذ فرنسا، بس ما جاهزين البوم يعني المفاجأة. طيب أستاذ صلاح، يعني هو أكيد لكل يعني كل شاعر او كل فنان يعني عنده باكورة اعمال، فالشعر يعني كل شاعر اكيد عنده يعني صحيح ديوان او صحيح. يعني اكيد عندك ديوان شعري. عندي ديوان صدر ما بعد الثورة اسمه نسائم الحرية، فيها ابواب داخل منه الوطني والاجتماعي والعاطفي، وعندي ديوان اخر ايضا عنوانه عرفتيني الان تحت الطباعة موجود، هذا عاطفي اعتقد، عاطفي كله عاطفي، طبعا انتاج وزاره الثقافه والمجتمع المدني هذيك الاثناء. الديوان الثاني قاعدين نستنوا يعني. ان شاء الله يرى النور قريبا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. استاذ فرج، الاغنيه الليبيه الى اين وصلت؟ والله استاذ محمد الحديث يطول في الاغنيه هذه، لان احنا نطبح من قديم للوصول بالأغنية الليبية إلى مستوى الوطن العربي وإلى العالمية، لما لا. ولكن نتيجة صار فترة فتور شوية، نتيجة عدم الاهتمام من قبل الإعلام ومن قبل الناس المسؤولة حقيقة في الدولة، صار فتور، فبذلك لم نتمكن، لأن حتى أصبحنا مرت علينا ظروف حتى مشاركاتنا. يعني آخر، هل تعلم أستاذي، آخر مهرجان أقيم للأغنية الليبية يقيم في سنة 1979-78 في ليبيا، في ليبيا جيل العمالقة. الأغنية الليبية كيف 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 لها أن تتطور ما لم يقام المهرجان؟ طبعا هي حتى الآن يا أستاذ فرج، يعني لو نجي نلاحظوا جيل الخمسينات والستينات، سلام قدري، كاظم نديم، الفنانين هذه في فترة ما أستاذ، يعني ازدهرت الأغنية في، نقدر نقول الأغنية الليبية ازدهرت في مقتبل الستينات، كان في الستينات كان أجمل كاظم نديم وسلام قدري. نعم، الأستاذ كاظم نديم، الأستاذ عبد الباسط البدري، يعني الشعراء، كان مسعود القبلاوي الله يرحمه، وكان المرحوم علي السني، وكان المرحوم يعني محمود السوكني، هذول كانوا من أكفى الشعراء اللي كتبوا على مستوى الأغنية الليبية اللي تحمل مضمون، حتى أسس الأغنية الليبية من ذلك الوقت. يعني احنا لما تعلمنا في الستينات، تعلمنا الموسيقى، انتم محظوظين تتلمذتوا على جيل العمالقه بصراحه، فعلا وتبنى فرصه، وحتى في الالحان يعني كانت الناس تتسابق. يعني هل نحكي لك، نحكي قصه ان استاذ كاظم نديم كان ياخذ في الاصوات اللي يعني في زمن مواهب، كان عنده ركن المواهب في ذلك الوقت، يدير في جلسه في بيته، هذيك الجلسة تكلفة 100-150 جنيه، كانت الفرقة تكون موجودة على العازفين والملحن، وهو طبعا ملحن، وكان معاه عبد الباسط البدري يلحن، وكان موجود مسعود القبلاوي، وكان موجود علي السني، وكان موجود محمود السوكني، فهمت كيف؟ وكانت الأصوات رسم فرانكا اللي هو رسم فخري، وكان موجود أحمد سامي، وكان سلام قدري، وكان محمد السليني صغير، كان أصغر واحد محمد السليني، كان عمره في تلك الفترة في 16 سنة، وكانت تتوالد الأغاني طبعاً. تتوالد الأغاني. لا ننسوا بولا بول فن، المرحوم محمد حقيق، هذا كان ليه كان كتابته وتحمل مضمون، لما تسمع أغنية خود الريشة يا فنان ورسم زول اللي شقاني، صيفة مزينها الرحمن نعجز نوصفها بلساني،
صح. اسمع نغنيها لك طرف شوي. يقول خذ الريشه يا فنان وارسم زول اللي شقاني، خذ الريشه يا فنان وارسم زول اللي شقاني، صيف مزين غير الرحمن نعجز نوصفها بلساني. خود الريشة خود خود الريشة وارسم قد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لك سباحة يا سلام تحفة تحفة منقوشة باليد، تحفة تحفة منقوشة باليد مرمر ناحتها يوناني. خود الريشة خود خود الريشة خود. هذا الفنان ممكن احنا نكونوا كرة لان يا سلام جدا والله يسعدني والله يسعدني والله استاذ محمد حتى انت صوتك حلو والله انت استاذ صلاح يعني لا هذا الفنان استاذ صلاح متذوق الفن هذا شيء طبيعي ما فيش يعني هذا الفنان كان يمتلك ملكة تبارك الرحمن طبعا طبعا يعني كان الشاعر كان محمد حقيقي كان الشاعر كان محمد حقيق كان الممثل كان محمد حقيق الكاتب كان محمد حقيق اللي يقوم بإدارة المنتدى الثقافي في بيته كان يجمع في الفنانين فنان شامل فنان شامل وهذا اللي كان ليه الفضل هو والفنان احمد النويري مساء الخير في الفتره كانوا الاغلب كانوا شاملين نعم يعني كان هذا كان ليه الفضل في تاسيس الفرقه الفنون الشعبيه فنان محمد حقيق هو الفنان احمد النويري والحديث يطول حقيقة يا جماعة حتى كاظم نديم في الفترة يعني كان أغلب الفنانين هو اللي اكتشفهم بدون شك بدون في ركن المواب كان في الميدان الليبي الفنان كاظم نديم الله يرحمه يحسن إليه هو اللي كان ليه الفضل في ظهور معظم الفنانين بما فيهم العبد لله احنا اللي اخذ بيدينا في ظهورنا للوجود كان يقدم في برنامج يسمى ركن الهواة فهمت كيف هذا اللي طلع معظم الفنانين يعني الفنانين اللي على الساحة في فترة ما طلعهم فالفنان كاظم نديم بدأ كمذيع وشاعر طبعاً كان طبعاً أخذ بيده الشاعر الكبير أحمد قنابة منذ صغره الشاعر الكبير أحمد قنابة شاعر ليبيا الأول هذا الراجل هذا أخذ بيده لأنه وجد فيه مخارج حروفه الجيدة وجد فيه الملكة ملكة الحفظ طبعاً فأجي لأبوه قال له أنا لو سمحت نبي ناخذ ابنك كاظم نبيه معي وحفظه بدأ العمل الإذاعي سنة 1928 أكيد حنطرقوا لهم جيل العمالقة خلينا نسميهم جيل العمالقة فعلا عمالقة فلذلك نرجع أستاذنا لسؤالك نرجع سؤالك على الأغنية الليبية ما كملتلكش تمام فلذلك الأغنية الليبية كنا نطمح للرقي بها ولكن للأسف يعني احنا طلبنا حتى في فترة ما حتى أبان الحكم الأول طلبنا فترة ما قلنا للمكاتب الثقافية اللي كانت موجودة في السفارات قلنا لهم في إطار التبادل الثقافي يعني يفترض انك انت يعني زمان كنا نشتري اعمال من مصر سواء كان على مستوى الدراما المسلسلات سواء كنا على مستوى سينما سواء كان على مستوى أغاني قلنا لهم خذوا أعمالنا احنا للتسويق المجاني في سبيل الظهور عبر القنوات العربية الأخرى حتى نرتقي ونصل بالأغنية إلى مثلا ولكن ها هو الحديث يطول تفضل إيه تمام حتى حاجة إيه لا يعني بنشركوا معنا حتى أستاذ صلاح في الحوار بدون شك فهو يعني شاعر وشاعر غنائي يعني, يعني بالنسبة للكلمة يعني هل كل كلمة تصلح أنها تتلحن ويعني وتؤدى يعني كأغنية ولا الشاعر يكتبها يعني خاصه يعني ان هي تتقدم او كيف يعني في التعامل يعني ما بين الفنان والشاعر الشعر ده كان سؤال موجه لي بالجواب لكن الاستاذ صلاح الاستاذ صلاح هو يعني مهتم الشعر يكتب بموسيقى لا بدايه الشعر اوكي موسيقى لكن مثلا استاذ فرج يطلب منك كلمات معينه او يطلب منك يعني اغنيه في اطار معين او انت حسب ما انت يعني تجود به القريحة هو شوف مرات الموضوع يستفز الشاعر ويكتب عليه والفنان تنقال قدام القصيدة أو غيره زي ما صار في الجلسة اللي مبدي حضرنا الكلمة يعني تحسها المفروض تكون في وقتها وفي حينها والفنان أيضا طارب لها لأن كان هذا بيلحنها صح بيوزعها صح بيتدوقها صح وحيخرجها صح الفنان هو اللي يظهر الكلمة بزينتها أو كيف نقول إحنا ديما نمثل يعني في الشعر أو الأغنية كاملة كيف البيت الأساس البلوك وبعد الياس وزواج
بعد ما تظهر الصورة هذا الفنان خلاص أنا أعطاها الجمالية كاملة. لا. ما تقولش محلاها البلوك، قول والله ما أحلى الأغنية خلاص. حتى عادة مرات الشاعر لما يكتب يقول هذه الكلمات تمشي مع مثلا الفنان فرج الشريف أو تمشي مع فنان كذا يعني. عفوا أستاذ محمد والحديث للجميع والمشاهدين الكرام، اللي يقول الكلام هذا الملحن أستاذ، صح عليك. هو يقول الكلمات هذه تمشي مع الفنان أو نفس اللون اللي يؤدي فيه الكاتب أستاذ. الكاتب يكتب عمل يحبد من الـ من الـ من المطرب ان لو يكون فيه النص هذا يتناول قصه معينه. فهمت كيف يحبد؟ ولكن في هناك طبعا بحور الشعر كبيره، في الزجل، في النتر، في الشعر المقفى، في الشعر الجاهلي، في شعر يعني هذا بحور الشعر. ولكن الالحان استاذ يعني نحكي لك على عمل في عمل غناه محمد رشيد، يقول العمر مره يفوت ما يوليش، والحب مره وغيرها ما يجيش. العمل هدايا طبعا للكاتب المؤلف الاستاذي، وهذا يعني كان له فضل كبير علي، استاذي استاذ الفنان الكاتب عبد السلام الكرقارشي. كتب العمل هدايا واعطاه لعطيه محمد. طبعا من اعطاه؟ ما اعطاها عن طريق احمد سامي، المرحوم احمد سامي. احمد جاب العطيه محمد، قال له يعطيه نبيك تلحن لي العمل هدايا. الراجل لما جاي يلحن لقيه ما يركبش على صوت احمد سامي. احمد سامي معروف باعماله الخفيفه، عيدين وديما عيد معيدين يا كاس كاس كاس، يغني في الاعمال هذه. فقال له لا، قال له اتصل باحمد سامي، قال له راه العمل مش ليك. تقول له كيف انا اللي جايب لك الكلام هذا؟ قال له اسمع سامحني، انا وانا نلحن فيه لقيت يمشي مع الصوت الدافي محمد رشيد. أيوة. محمد رشيد هذا اللي غنى لنا مشيتي وين ما وصلك خبرنا، هذا اللي غنى لنا سمح الصوره، هذا اللي غنى لنا القلب ما ينساكم، هذا اللي غنى الاعمال الحلوه، غنى سلام يقول له شيل يا تيار من نظرتك كل القلوب تحتار. هذا الفنان الصوت الدافي اللي حبيناه ويختلف الفنان. استاذ محمد مش كل عمل يركب على الشعر، يكتب الشعر يكتب هو حر، ولكن الملحن ما يقدرش يعني هو يقول هذه هو اللي يحكم. لان شنو استاذ؟ الملحن زي الترزي. الملحن شنو يدير لك انت كصوت؟ يقول لك يعني ترى سمعني، يقول لك سمعني سولفيج. شنو هو السولفيج استاذ؟ يقول لي سولفيج غنائي، تقول دو ري مي فا صولا سي دو، انت وين المكان اللي تتعب فيه انت؟ فهمت وين؟ انا تو وصلت السي هنا، وصلت السي تو انا نشزت، يقول لي اوف يلحن لي على، فهمت كيف؟ اذا كان مقام الرصد، الرصد يمشي معي على الصول والفا والصول، فهمت كيف؟ وهلم يعني الشاهد يعني البياتي البياتي هذاك مقام، البياتي مقام نقصه على الدرجه الصوتيه استاذ محمد، الدرجه الصوتيه اللي حيغني منها المطرب هذه وين توصل؟ لان في مرات انت بتوصل درجه تسس. تمام، هو نعرف ان يعني خليني اوكي المقامات السيكا والبياتي والحجاز والعجم والكورد والنهوند تمام. لكن الطبقه يعني مثلا هذه الطبقه الصوتيه، هذه درجه يسموها فيها الطبقه، هذه تسمى الدرجه الساكنه، الدرجه الصوتيه اللي انت وايضا حتى في القرار وفي الجواب، حتى في الشعر في اللي كلمه ثقيله او نقوله شعبيه. نعم، تجي الفنان ممكن طبقه صوته تتماشى مع الموضوع ده. في اللي فنانين يحبوا ان الكلمه تكون انعم ناعمه فيها حداثه شوي، في اللي لا يقول لك لا انا اعطيني حتى طق وبالعود ما عنديش اي اشكاليه. صح. فالالوان حتى الالوان اللي تبنوها الفنانين راهو كل واحد بلونه، كل واحد حتى الشعراء يعني لون الشاعر معين. عنده لون معين يعني كل شاعر والله الشاعر يكتب عليه اي نوع، ما فيش نقولوا شاعر يكتب مثلا في الغنائي او بلون معين او اللهجه البيضاء. لا لا مثلا انت حضرتك تكتب في الشعر الغنائي، نعم، هل مثلا ديما عندك لون معين ولا ما عندكش لون معين؟ نوع نوع الشعراء يعني نفس حتى بالانجليزي والفرنسي عادي. لكن شنو كيف ما قلت لك يعني زي من موضوع يستفزني، راهو الملحن تستفز الكلمه والفنان طبعاً يستفز اللحن والكلمه. طبعا فهمت الفكره؟ تمام يعني تمام يعني بمعنى الفنان والملحن والصاحب الكلمه ضروري يكونوا متفقين في خط ان العمل بيطلعوه بصوره جيده. عندنا حاجه في الموسيقى استاذ محمد نقولوا فيها احنا الفنانين الموسيقيين، نقولوا اذا اتاك الليل فارصد. مقام الرصد هذا، مقام الرصد والبياتي هذا ديما يستعمل في الرصد مقام الرصد هذا هذا طبعا في الليل،
عشان تحلى به سريه. لكن تو الالوان تغيرت استاذي، تو بدات اللون الغنائي في الدخل اللون المرسكاوي اللي هو طبعا ملك المرسكاوي، احنا الفنانين اللي قدم نقولوا الملك المرسكاوي من هو؟ اللي هو شادي الجبل سيد بومدين من بنغازي، بعدين جي علي ويكا، بعدين جي جمال، جي مجموعه وهلم جرى لين وصلت فيه طبعا الشباب اللي طلعوا الاصوات الجديده. تو الان اصبحت حتى الرجل الشارع او الشباب يحبدوا لغه الايقاع، يعني ما عادش يدور، ما عادش ينظر، مع احترامي للاستاذ صلاح عذرا في الكلمه هذه استاذي، ما عادش اصبحت الكلمه تحمل مضمون زي قبل، لا تو ما عادش ينظر ما ينظر للكلمه يبي الايقاع، يبي الايقاع، يبي حاجه حاجه تنشط، يعطينا حاجه ناشطه يا لازم. يا جماعه انا قاعد نسمع فيك حاجه، علاش تو حتى في العصر يعني التجاره وفي السوشيال ميديا هذه تمشي هذه، حتى في الكلمات الشعر يعني انتم نفس المشكلة هذه تعانوا منها، يعني مثلا في السوشيال ميديا هذه مثلا القصيدة تمشي أو تتداول في السوشيال ميديا أو لا يعني؟ يعني راهو تو الآن المتلقي، مع احترام الناس المتذوقة يعني، راهو المتلقيين حتى هم أنواع، في اللي يعني بمعنى متخصص يسمع في الحاجة الجميلة دوق زي ما كنا نهزوا على الفنان فريد الأطرش وغيره وغيره. لا 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 وايضا في ناس يقول لك لا انا ما نتعبش نقرا قصيده مثلا 20 30 40 بيت، لو يا ريت صوتيه يفضل صوتيه يعني. صحيح. وايضا نفس الشيء اللحن واجدين يقول لك انا والله تعزف بالعود قبلها ب 10 دقائق وبعدها تخش على الاغنيه، نبي طول بتاع كيف ما قلت استاذ فرج حاجه تشطني وكذا. برافو عليك. وفي اللي لا يقول لك العود هذا، وكيف ما قلت كل نوع له جمهوره ويحترم لعشاق الالوان. نعم نعم، في الراب، في الراي، في طيب كل الريجي. في نسمع حاجه هيك بلاي باك؟ لا حاضر. يبقى تحياتي طبعا للاستاذ المخرج، يا ريت يسمعنا لا يا هوى لا تتعبني. لا يا هوى لا تتعبني يا ابو بكر. نعم. ان شاء الله ما تعبناكش يا ابو بكر. شكرا لك، صحيت يا ابو بكر. ان شاء الله كنا خفاف الظل عليك يا استاذ محمد. لا يعني كانت ماشي لحد الان ماشيين في السياق. ايه فالشاهد استاذ طبعا على الهواء، احنا قاعدين على الهواء خلاص. استاذ بالله نشبني ماشي. وانت روح لا تشوف حتى قفشه هي الموسيقى. لا يا هوى لا تتعبني، لا يا هوى لا تتعبني. لا يا هوى لا تكون قاسي، لا تخلي في قلبي براسي، طمني قولي مش ناسي، طمني قولي مش ناسي، طمني قولي مش ناسي، واللي هويته فاكرني. لا يا هوى لا تتعبني، لا يا هوى لا تتعبني، لا يا هوى لا تتعبني، يكفي
حبيبي مغلبني، لا يا هوى لا تتعبني، يكفي حبيبي مغلبني، يكفيني من اللي جراني، وحدي حبيبي مسهرني، يكفيني من اللي جراني، وحدي حبيبي مسهرني، لا يا هوى لا تتعبني، لا يا هوى لا تتعبني. مشاركات خارجية خاصة أستاذ صلاح، مشاركات يعني شنو المشاركات الخارجية؟ شاركت في معرض الكتاب الدولي في القاهرة، وأيضا في عاصمة الثقافة العربية في الأقصر، شينا وفد ممكن أصغر وفد زار عاصمة الثقافة العربية الأقصر، في الأقصر ممكن في حدود 2018، وتحصلنا على الترتيب الأول كأفضل وفد زار عاصمة الثقافة العربية، يعني زارتها دول أخرى، بالإضافة إلى مشاركتي ومشاركة ديواني في معرض الكتاب الدولي في الدار البيضاء في المغرب وتونس وغيرهم. وداخل ليبيا طبعا حدث ولا حرج، بدي من منطقة شرقية في مهرجان البيضة، مهرجان القلم، ومهرجان خواطر بنغازي في قصر الكيخية، ومهرجان مدينة الشمس جدابية، وطرابلس دي ما شاء الله تنظيم وانطلاقوا مع الشعراء وانتكلموا بود وانتكلموا بحب في هالوطن بالكلمات الحلوة. يعني تقريبا حتى عندك مشاركة كانت في المغرب في معرض الكتاب أعتقد، صحيح لو وقت تعطينا لها كان شوية. الوفد أعتقد كنت وقتها قصيدة حاجة هيك كانت وليدة اللحظة في ذاك الوقت، كان في الوفد طالعين مجموعة من الشعراء يعني، وأنا كنت أصغر شاعر في الوقت في 2013 مشى معنا حتى وزير الثقافة، وكان استقبال الوفد الليبي باعتبارنا الوفد الليبي كانت ليبيا ضيفة الشرف زي عروس الحفل، حتى العلم بتاع ليبيا هو العلم المرتفع فوق كل الأعلام إن شاء الله يا رب. ففي بعض الشعراء طلعوا يشكروا في مدنهم، يشكروا في مدنهم، أنت برا بلادك تشكر مدينتك، يشكر دولتك، يشكر ليبيا، يشكر كذا. فواحد من الجماعة قال لي شنو ترد باعتبارك حتى أنت مدينتك ضحت وكذا. طبعا قلت نعتز بهويتي كون أصلي ليبي ومن وطن غالي والعليم حسيبي، نعتز بكوني عربي أمازيغي بقوتي ولوني، من وطن في كوني أصبح لي كوني، من وطن من طيبة خديتها طيبي، ومن أرض مسكنها في وسط عيوني، من وانا صغير اليا ظهر لي شيبي، وما زال حامل حبها في مكنوني، وما يفزع لها ما زال صاحي ذيبي، مانيش ناشر قاوي ولا توصفوني بقولكم غرباوي، ولا من الجنوب ولا بقول تباوي، ليبي وحروا ليبيا تنسيبي، ولا تخلفوا فيا اليوم في جاوي، ولا تزودوا يا ناس في تعذيبي، هذا وطن واحد بيه راني غاوي، ولو حب وطني عيب قولوا عيبي، مانيش شاعر
غير راني هاوي نكتب بشعري بفطرتي وترتيبي نعتز بهويتي كون أصلي ليبي ومن وطن غالي والعليم حسيبي. صح لسانك. دائما حب الوطن في الشرق والجنوب طبعاً. والغرب الوطن إيمان هو طبعاً. هو يعني نتمنى من كل الشعراء انهم دائما ينصفوا كل الليبيين طبعا حتى تطلع يعني مشاركه خارجيه لبرا ترفع اسم بلادك مش صحيح. يعني مدينتك داخل مدينتك تشكر مدينتك سيدي لكن انت يعني مشاركه صح خارجيه صح يعني حلوه باسم بلادك مع احترامنا ومع احترامنا لكل مع احترامنا لكل المدن اللي ضحت وكل المكونات الاجتماعيه داخل ليبيا سواء امازيغ سواء تبو سواء طوارق سواء عرب سواء يعني كلهم شاركوا كلهم حبوا ليبيا وكلهم غنوا باسم ليبيا الحمد لله يا رب. استاذ فرج بمنا نحن في المشاركات الخارجيه والنشاطات فشني مشاركاتكم الخارجيه؟ حقيقه طبعا كانت لي مشاركات من عام سنه 1973 في القاهره. ما شاء الله. شاركت في مهرجان الشباب حقيقه شاركت ايضا في المغرب في 86 شاركت طبعا في 2000 طبعا مشاركات في التسعينات ايضا شاركت مع حبيبي واستاذي طبعا ايضا انا مطرب وممثل مسرحي شاركت على مستوى المسرح في مهرجان خليفه الاسطنبولي في المونستير وحققنا جبنا الترتيب الاول في مسرحيه ونحوش البوسعديه ايضا شاركت في مسرحيه اسمها طبعا كل شيء في الطبق مع الفنان عبد المجيد مساوي المس عليه بالخير هذا اليوم طبعا كانت ذات الترتيب في الدوره 21 دوره 22 وشاركت ايضا فردي في الدوره 21 نفس المهرجان العالمي هذا مهرجان العالمي شاركت معنا سويسرا شاركت معنا الامارات قطر شاركت معنا الجزائر شاركت معنا تونس شاركت معنا موريتانيا شاركت معنا المانيا شاركت معنا فرنسا فالحمد لله حصل لنا الشرف ان احنا مننا درع ومننا كذا وانا تقدروش تتصوروا يا جماعه كم كانت فرحتي عندما طبعا يعني حصل لي الشرف اني باسمي ارفع علم ليبيا ارتفع في العلا والله صدقوني دمعتي نزلت وهذا من حبي لبلادي وليس جميل رغم اني يا جماعه والله صدقوني يعني مشيت على نفقتي الخاصه يعني المسؤول وعد ولكنه اخلف دفعت 10,000 دينار انا والاستاذ عبد المجيد المساوي ولكن الحمد لله يظل الوطن اغلى من الماديات لما نروح بجائزه يا استاذ فرج بارك الله فيكم يا بارك الله فيكم لما نروح بجائزه من خارج ليبيا سواء تكريم او شهاده شكر وتقدير او غيره والله ولا كانها الصراحه كانها ليبيا طبعا نروح بها ليبيا انت استاذ صلاح وبعد ذلك استاذ محمد انت هذاك الوقت سفير لبلادك انت المراه لبلادك يعني هم اللي بياخذوا انطباع بياخذوه على الليبي من خلال وجودك انت في هالدوره هذه في هالمهرجان والله يا استاذ مشاركتنا كانت جدا ايجابيه وهذا اللي يجب ان يكون كل فنان او كل سفير او كذا كل واحد يمشي يمثل بلاده لازم يعرف انه هو الرمز هو الرمز لبلاده فهذا العلم هذا العلم بلادنا هذا العلم اللي يعني اي علم كان لاي مواطن يجب ان يعتز به استاذ فرج هو احنا حتى ممكن قبل ما يدهمنا الوقت يعني نبغوا يعني اغنيه كي لها وقع خاص في نفسك حقيقه طبعا انا طبعا يسعدني نأدي اغنيه للفنان المرحوم محمد حسن يهديها لي في هذه الليله يهديها لكل المشاهدين نقول لكم يسلم عليك العقل يسلم عليك العقل يسلم عليك العقل ويقول لك نبيك ويقول لك نبيك أما خطاوي الرجل أما خطاوي الرجل صعب عليها تجيك صعب عليها تجيك وانت الغلا المكسوف وانت الوفاء وقداره وانت الوفاء وقداره وانت رفيقة صوت وانت اللي مشوارك وانت اللي مشوارك يسلم عليك العقل يسلم عليك العقل للرجل ما طالت تجيك يسلم عليك العقل يسلم عليك العقل للرجل ما طالت تجيك عندي 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 المحبة نهر
وانت اللي تيارة عندي 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 المحبة زهر وانت شدى نوار سلم عليك سلم محلى سلام الحب ما بين ريد وريد سلم عليك سلم محلى سلام القلب قبل السلام بالإيد وانت الغلا المكتوب وانت الوفاء وقدارك وانت الوفاء وقدارك وانت رفيقة صوت وانت اللي مشوارك وانت اللي مشوارك يسلم عليك العقل يسلم عليك العقل للرجل ما طالت تجيك. شكرا لك بارك الله فيك. بعد اذنك استاذ محمد بعد اذنكم اني طبعا اهدي هذا العمل كذلك الى طبعا القلعه بيدوز للأستاذ سفيان وشكري وحماد وكل طبعا والشيباني وطبعا وعقبة وكل الحبايب صراحة وكل عائلات دوز والقلعة تحديدا اللي حقيقة هذوما الناس هدية يعني كنت عندهم قبل أسبوعين استضافوني قدمت لهم حفل جيد وكان في المتناول وكان تقدرش تتصوروا يا جماعة كم كانت فرحتي بهذاك الترحاب وهذاك الناس البسطاء اللي قدموا لي عزمة. وصلت استاذ نبو قصيدة على طرابلس بأنك السنة الرابعة على التوالي موجود هنا في استوديو في تغطيات ذكرى ثورة 17 فبراير في قناة ليبيا الرسمية. طرابلس هذه نبو حاجة هيك في سريعة يعني أعتقد في مازال دقيقتين أو ثلاثة دقائق. تقول برغم الوجع وهاتنا وقدرنا يا طرابلس أنت عروس بحرنا برغم الحوسة ووجع وطني الظاهرة المدسوسة دوم في عيون العاشقين عروسة وانتي علي حبك سنين كبرنا انتي لم وانتي البسمة في وقات الهم سيور جرحك يا غلا يلتم يلي مكانك في مكان قمرنا تحب الكل في ليبيا يم الكرم والفل الزاير انجاك يصير كيف الهل وليك نرجعو بالشوق لو سافرنا برغم الوجع وهاتنا وقدرنا يطرابلس انت يا عروس بحرنا يطرابلس انت يا عروس بحرنا. يعطيك الصحه استاذ صلاح بارك الله فيك شرفتونا اليوم تسلم في التغطيه الحيه وعلى الهواء مباشره من استوديو قناه ليبيا الرسميه. نشكرك استاذ فرج وايضا استاذ صلاح. فكلمه اخيره لي ممكن طبعا انا اعبر عن سعادتي توصل رساله او يعني اعبر حقيقه بصراحه اعبر في هذه الليله عن سعادتي وانا مبسوط جدا حقيقه امامك انت قامه بصراحه بالرغم انك شباب فيك. شباب يعني تبارك الرحمن الا انك متقف انسان واعي وراقي حقيقه يعني ابتسامتك ونباقتك ويعني بصراحه يعني اسعدتنا حقيقه بصراحه فسعيد جدا. وطبعا اتقدم كذلك بالشكر الى طب كل الكاست العامل بقناه الرسميه يعني انا اتابع طبعا قناه الرسميه يعني من بدايه من فتره يعني بصراحه كانت يعني في المتناول برامجها القيمه وعلى راسهم طبعا اشكر طبعا مدير القناه يعني وكل العاملين الكرام. وانا طبعا اشكر صديقي وحبيبي الاستاذ سمير هو اللي كان طبعا هو اللي دعاني للحضور معكم طبعا وجه له تحيه وشكرا لحضره المخرج وشكرا لكل المشاهدين وارجو وان شاء الله تكون كنت خفيف الظل عليكم. لا باذن الله هالامور كويسه بارك الله فيك استاذ صلاح. في استاذ فرج يعطيك الالف عافيه ان شاء الله كنت مميز واضفيت حاجه جميله على الحلقه واكيد الاستاذ محمد شخصيه جميله جدا ومثقفه واكيد كل التحايا للشباب اللي خلف الكواليس اللي يشتغلوا الان لاجل انها تظهر صوره جيده جدا. ربي يحفظكم وان شاء الله دائما قناه ليبيا رسميه نواره كيف ما قلت في قصيدتي الاولى ولنا لقاءات دائما على قناة شكرا لك. شكرا لك استاذ فرج الشريف مطرب وممثل مسرحي وايضا استاذ صلاح عبيد شاعر شعبي وغنائي بارك الله فيكم وشكرا على وجودكم معنا هنا. اذا مشاهدينا الكرام شكرا لكم انتم على متابعتكم لهذه الحلقة والشكر موصول أيضا لكل الزملاء في الكنترول والزملاء في فريق الإعداد طارق عياد والزميل عثمان وكل طاقم عمل قناة ليبيا الرسمية وكل عام وأنتم بخير.